هؤلاء المجموعات الهجرة غير الشرعية، وحاليا حصرناهم في مكان ونقوم في هذه اللحظات بالذات، وانتم شاهدتم هذا بأم عينيكم، نقوم بترحيلهم إلى مراكز إيواء أخرى خارج مدينة صبرة. نعم، بخصوص الأمور يعني انتهت المعركة بانتظار تحرك المدينة، ما بعد تحرير المدينة هل سنرى مؤسسة عسكرية قادرة في هذه المدينة؟ هل سنرى يعني احتواء وتدريب لدفعات جدد؟ هل ستكون المؤسسة العسكرية حاضرة في المستقبل أم أن بعد التحرير ليس هناك خطط واضحة؟ المؤسسة العسكرية في المنطقة الغربية موجودة من قبل، هنالك أعداد كبيرة في المنطقة الغربية من عناصر الجيش، إلا أن الإمكانيات وعدم اهتمام الدولة بهذه الشريحة هو السبب اللي يخلي المؤسسة العسكرية ضعيفة. ولكن بعون الله وبما حققته غرفة عمليات محافظة تنظيم الدولة من انتصارات على هذه المجموعات الإرهابية، سيكون خير دليل على أن القوات المسلحة هي قوة ضاربة قوية. العائق الوحيد اللي يمنحها على مواصلة مثل هذه الأعمال البطولية هي الإمكانيات. من خلال قنواتكم نتقدم إلى الجهات الرسمية بأن تبادر بحل هذه المعضلة بتوفير الإمكانيات حتى يقوم الجيش بواجبه على أكمل وجه. نعم، طبعا هذه العمل اللي قلنا به اللي هو حظر التجوال هذا شيء مؤقت متوقف على استتباب الأمن بشكل كامل داخل المدينة، وبعون الله ما هي إلا أيام وسنقوم برفع هذا الحظر، لأن البوادر اللي احنا شفناها خاصة هذا اليوم وانتم شاهدتها بإذن الله سيكون هنالك بسط للأمن كامل بدون أي خروقات، وبالتالي نطمن أهالينا في مدينة صبراتة بأنه وبأسرع وقت سيتم رفع هذا الحظر. نعم. غرفة العمليات توجد لديها مفرزة هندسة عسكرية فيها خبراء عسكريين، هؤلاء الناس هم الذين يقع على عاتقهم إزالة هذه المخلفات بما فيها المفرقعات والألغام وإلى غير ذلك من الحاجات هذه. الهندسة العسكرية باشرت عملها من أول يوم للتحرير، وقبل حتى ما نعلن عملية التحرير كانت هذه المفرزة تقوم بتطهير الأماكن التي تم تحريرها من العدو، وبالتالي هذه المفرزة مستمرة في عملها وتقوم بمهنية وبحرفية. من خلالكم نشكر هذه المفرزة ونشد على أيديها، هم الأبطال. نعم، العالم كله الآن ينظر إلى ميليتا أو المعركة بشكل غاز، الإجراءات هل هناك غرفة عمل الدولة هل استلمت هذه الشركة رسمي أم أن يعني هناك إجراءات قادمة من العالم المدافع العالم الخارجي ينظر إلى الخطوة القادمة حول مليتا؟ أنا أحب أن أوضح في هذه النقطة بأن شركة مليتا للغاز حتى في السابق لم يقوم المجرمين بالسيطرة عليها، هي كانت تحت حماية جهاز اسمه جهاز حرس المنشآت النفطية، هذا من ناحية، وكانت في مكلفة به شركة اسمها شركة سي بي سي وهي شركة أمنية تقوم بتأمينها من الداخل. المشكلة التأمين الخارجي هذه تحدثت بعد معركة الدواعش اللي هي في شهر 2 وشهر 3 2016. من بعد ذلك شركة إيني الغاز هذه طلبت من شركة السي بي سي المكلفة بالتأمين الداخلي أن تقوم بتأمينها من الخارج. هذه الشركة نتيجة للضعف اللي موجود عندها قامت بالتعاقد مع
كتيبة أنس الدباشي اللي هو أحمد العمو بالتأمين من الخارج، وهذه نقطة استفاد منها هذا المجرم بأن وضع هنالك بوابة اسمها بوابة مليتة بجنب المصنع. هذه البوابة استفاد منها في أخذ الأتوات من المواطنين الآمنين الذين يمرون من هذه البوابة، أي شخص يحمل بضاعة، يحمل صهريج تحمل وقود، كانت لا تمر إلا بعد دفع مبلغ مالي كبير. هذه المبالغ طبعا هي اللي بيصرفها هؤلاء المجموعات على التنظيمات الإرهابية، واللي استفادوا منها واللي جمعوا منها الملايين والملايين. وبالتالي مصنع مليتة هو من الأول تحت رعاية هذه الشركة وتحت رعاية جهاز حرس المنشآت النفطية. احنا اللي بنتكلم عليه حاليا هي النقطة الوحيدة اللي هي بوابة مليتة. بوابة مليتة هذه احنا قلنا سيتم، لأن طردنا منها العم وعناصره، اللي حاليا سيتم تسليمها إلى جهاز الأمن العام. هذا جهاز يتبع الدولة وهو اللي حنقوم بتسليمها للبوابة لهذا الجهاز، بإضافة إلى أن زي ما قلت لكم هو جهاز حرس المنشآت من قبل موجود فيه، ولكن كان نتيجة لوجود هذه المجموعات كان ضعيف، ولكن احنا سنقوم بتقوية هذا الجهاز بإذن الله بإمكانيات اللي احنا قادرين عليها، وسيتولى هذا الجهاز تأمين هذا الموقع على أحسن وجه. نعم، الأجهزة الأمنية هي نفس حالها حال الجيش من قبل، تشتكي من ضعف الإمكانيات، وهذا ظاهر للأعيان. ليش جهاز الشرطة ما يشتغلش؟ لأن إمكانيات ما عندهاش، وبالتالي هي نفس الإشكالية، ولكن التعاون موجود بيننا وبين هذه الأجهزة الأمنية، سواء كانت أجهزة منظورة أو غير منظورة. احنا فيه تعاون ما بيناتنا منذ تأسيس الغرفة، وبقرار من يعني عامل الغرفة قمنا بإنشاء مكتب اسمه مكتب المعلومات والتحقيق داخل الغرفة. هذا المكتب متكون من جميع عناصر الأمن، سواء كانت أجهزة التابعة للمديرية والأجهزة الغير منظورة اللي هو ما يسمى في السابق الأمن الداخلي والأمن الخارجي، وعناصرهم موجودين معنا وهم اللي يقوموا بعملية التحقيقات. احنا في السابق طبعا خلال معركة حرب الدواعش الأولى ولا حتى هذه المعركة، اللي يقوموا بعملية التحقيق هم ناس متخصصين في هذا المجال، وبالتالي احنا فاتحين المكتب هذا لفترة زمنية طويلة، وهو على علم ودراية بكيفية التعامل مع هذه المجموعات. وبالتالي احنا في تنسيق متكامل مع المديرية، وهذه الأجهزة زي ما قلت لك هي عبارة الشيء اللي تشكو منه هو الضعف. نفس الكلام أعيد مرة أخرى، مناشدة الدولة بأن تقوم بتقوية هذه الأجهزة حتى نبسط الأمن بالمشاركة مع هذه المؤسسات اللي نتمنى لها التوفيق. نعم، شكرا لكم وبارك الله فيكم.